صباح الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل بيت وكل مكان، وحلقة جديدة مع ندى وعمار. في البداية حابة أرحب بزميلي عمار. ازيك يا عمار؟ صباح الخير يا ندى. صباح النور، الأخبار؟ الحمد لله. صباح الخير أعزائي المشاهدين، والنهاردة بنفتح موضوع جديد. موضوع حلقتنا النهاردة من أهم الموضوعات اللي ممكن تطرح على السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي، لأن في حاجات في الناس كلها بتتعرض للزحمة والإيقاع السريع في الحياة، بقى بيسبب لنا مشاكل من الحوادث، والحوادث دي نتيجتها يا إما حوادث طرق يا إما السقوط من على أماكن مرتفعة. عشان كده النهاردة إحنا فتحنا وجبنا ضيف النهاردة عزيز علينا جدا. خلينا نرحب بيه في البداية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور يا عمار. طبعا الدكتور محمود عبد الباسط استشاري طب كسور العظام. النهارده هنفتح معاه موضوعات كتير، حتى في امبارح زميلتي ندى عرضت على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه الفيسبوك اسئله للاستاذ محمود. طبعا في جميع المشاهدين جابت اسئله كتير جدا، بس خلينا نبدا في البدايه كده مع الدكتور محمود، نساله ايه معنى كسر العظام. هو مش يعني ايه كسر العظام، معناه ممكن نقول ان احنا العظم بتاعنا ده ممكن يتعرض لضغوط اكتر من اللي هو بيقدر يستحملها، وبالتالي ممكن يتكسر. ايه اللي يخليه يقاوم الضغوط دي؟ ان البني ادم يكون غذائه كويس، بيهتم بالعناصر المهمه لتقويه العظام زي الكالسيوم وفيتامين د وخلافه، وممكن برضو ممارسة الرياضة لتقوية العضلات حوالين العظام والمفاصل. ده يخليك أقل عرضة حتى مع الإصابات القوية، زي ما أنت قلت في البداية موضوع الحوادث والإيقاع السريع. كلنا بنجري مش واخدين بالنا، عينينا مشغولة في أكتر من حاجة، إيدينا مشغولة في أكتر من حاجة، ممكن في لحظة نلاقي نفسنا واقعين. إزاي تحمي نفسك؟ إن أنت تبقى قوي. العظمة لو اتكسرت مش هتقدر تمشي عليها. جسمنا عنده آلة تنبيه ان انت عندك مشكلة بان انت تحس بالألم. اول علامة ان في حاجة كبيرة، ان الألم ده مبرح، يخليك مش قادر تمارس حياتك بصورة طبيعية. يعني حضرتك اتخبطت في رجلك بعد ما نزلت السلمة التانية التالتة، لا في وجع وقفني، انا مش قادر، خلاص مش قادر ادوس. وهنا بقى وجب ان انت تقف، تريح رجلك خالص، تحاول تسندها وتطلب المساعده. تمام. طب هو ايه الفرق بين اللي يكون عنده كسر واللي عنده شرخ؟ كويس، ده سؤال صعب قوي. على فكره ده اكتر سؤال ممكن يتساله دكتور العظام من وهو في بدايه حياته لغايه ما في ناس يخلص. كتير اصلا بتبقى عندها الموضوع ده فمتبقاش عارفه العلاج. هو عباره عن كسر ولكنه لم يكتمل. تمام. لسه العظمة محتفظة بشكلها الطبيعي، لكن في حتة فيها ضعفت. تمام. هو أرحم كتير من الكسر المكتمل، لأن الكسر المكتمل ده بياخد عرض العظمة كلها أو طول العظمة كلها، وبالتالي بيخليها شكلها يتغير. طالما حصل تغيير أو بنسميها حصل زحزحة في أجزاء العظام، هنا أصبح الكسر مكتمل. عشان كده الدكتور يقول إيه ده كسر يا جماعة. لكن طالما ما حصلش اكتمال او تغيير او تزحزح في الاجزاء بتاعه العظمه، يعني بنسميها شرخ، وهما الاثنين واحد. يعني العظمه شرخت. طريقه العلاج بتاعتهم بتكون واحده؟ طريقه العلاج ممكن تكون واحده من الناحيه التحفظيه. تمام. مع اختلاف مدد العلاج. يعني بكون انا عندي شرخ في الكاحل مثلا، الشرخ ده بتعامل معاه او بقرر او الاحتمال الاكبر ان هو بيبقى عن طريق العلاج التحفظي، اللي هو يعني جبس او يعني بعض الاجهزه المساعده لتمنع حركه الادم. تمام. بس الفكره كلها ان ده لو كان كسر انا ممكن اتعامل بنفس الطريقه. تمام. الشرخ وقت التئامه اقل. تمام. والسماح بزياده معدل الحركه او امكانيه تحريك الطرف المصاب او التحميل على الطرف المصاب بيكون بدري. يعني مثلا شرخ الكاحل ممكن نخلي العيان بعد الثلاث اسابيع او اربع اسابيع يبدا يتخلص من الجبس ويدوس بالراحه، لكن لو ده كسر لا، ممكن برضو نعمل جبس ونسيب العيان ما يدوس، بس بدل اربع اسابيع تبقى ست اسابيع او ثمان اسابيع او لا. طب بقى الاكثر عرضه للكسر هل البالغين ولا الاطفال؟ كويس. عاده
الأكثر عرضة هما الأضعف من ناحية كثافة العظام اللي هما كبار السن دائما وأبدا فوق سن الخمسين أو سن الستين على حسب تعريف يعني كبار السن يعني طبقا لمنظمة الصحة العالمية هما الأكثر عرضة لأن عظمهم بيبقى هش كثافة عظمهم تبقى أضعف يليهم الموضوع أصعب يليهم الصغيرين ليه الصغيرين مش عشان خاطر العظم ضعيف لكن الكير الاورينتيشن بتاعه هو تركيزه واعتنائه لا خالص هو اللي اعتنائه بنفسه هو مش مركز مش عارف انا وانت يعني عارفين السلمه دي مكسوره فاحنا بنخلي بالنا واحنا طالعين هو ما عندوش الموضوع ده فده بيخليه بس شويه مع الشقاوه الزياده اكثر برضو عرضه ليهم الميدل ايج بقى اللي هم الناس اللي زي حالاتنا كده دول مشكلتهم في ان حركتهم كتير يعني الاكتيفيتي احنا اكتر ناس بنسوق عربيات بنركب مواصلات بنروح بنيجي بنجري لذلك هي يعني هي النسب ما تختلفش كتير لكن الاكتر ناس بنخاف عليهم قوي هم سنهم اكبر يعني تمام قبل بس ما نكمل اسئلتنا مع حضرتك النهارده حابين بس ناخد بعض الاسئله من اللي الناس قالتها امبارح في نورهان بتقول انا كان عندي التهاب سحائي عمل لي كيس سحائي في ظهري فهل ده ممكن ياثر على الحمل مقدما فيما بعد بص هو طبعا السؤال مش تخصصي اكتر ناحيه العظام هو اكتر ناحيه امراض المخ والاعصاب لكن جرى العرف احنا التهاب سحائي وكيس سحائي ده جزء في الحبل الشوكي الحمل شويه يعني عاده بنسمع السؤال ده لو حد عنده مثلا كسور في الحوض او في الظهر تمام خلاص خلينا نقول لو فقرات ظهرها فيها حاجه بيبقى الحمل شويه لان في زياده في وزن منطقه البطن والرحم والى اخره فده بيعمل تحميل زياده على الظهر فلو الظهر فيه مشكله كفقرات يبقى هي محتاجه انها ترتاح اكتر من اي حد طبيعي تاني محتاجه تقلل حرارتها في وقت الحمل وخصوصا مع تزايد عمر البيبي وحجم الرحم والى اخره تمام الحاجه الثانيه بقى اللي بتتعبنا شويه اللي هو المشاكل في الحوض لان الحوض لو لا قدر الله في كسور في الحوض ادت الى تغير البارامترز بتاعته القياسات بتاعته يعني مدخله ومخرجه ده اللي ممكن بقى يمنعنا من قصه الولاده الطبيعي والى اخره بس برضو في الاخر هي اصبحت ليها حل يعني عند الولاده القيصريه وكده تمام استاذ عمرو بيقول ايه افضل علاج لخشونه الركبه والله الكلام العلمي افضل علاج برضو ده طبقا لمنظمه الصحه العالميه ان الوزن يقل والرياضه متوسطه المجهود كل واحد بيعمل نفسه برنامج وتجنب الاوضاع المجهده للمفاصل يعني لو اتكلمنا على مفصل الركبه نتني جنيه 90 درجه اكتر من 90 درجه لا نطلعش وننزل سلام على الفاضي خلي بالنا من عربيتنا واحنا سايقين لو اتكلمنا على الرياضه المقصود بيها المشي تلت ساعة نص ساعة مرتين تلاتة في الأسبوع السباحة حاجة هايلة وجميلة ماشي لكن العلاجات نبدأ أول حاجة خالص هو الخشونة ده مصطلح إحنا قلناه لحاجة اسمها التهاب أولي ماشي يعني غير ثانوي التهاب بيحصل عادي خالص مع مرور العمر وكتر الاستخدام في المفاصل فأول حاجة بناخدها هو مسكن مضاد التهاب لكن طبعا أهم حاجة نستخدمه كنترول دي لازم يبقى تحت تصرف الطبيب عشان خاطر طبعا ليه اضرار على حاجات تانية طب هل بقى قبل ما تكمل بس في سؤال مهم بخاص النقطه دي برضك طب اللي عنده خشونه او كسور هل بيرجع زي الاول طبيعي ولا بيبقى في تاثير برضك بص برضو خشونه غير كسور ما انا بتكلم اللي عنده خشونه اللي عنده خشونه خلاص الخشونه دي زي اي حاجه بتتغير مع عمر البني ادم لما يزيد خلاص دايما حتى لما بقول لعيان وقاعد قدام مني في العياده اقول له زي الشعر الابيض كده انت لو حبيت زعلت منه شويه حبيت تخفيه او تتخلص منه هتعمل ايه تمام. هتعمل صبغه شويه قبل بس من كام باقي اسئله حابين تعليق حضرتك على الاشعه دي كويس ان احنا بقى طلعنا الاشعه دي بدري احنا كنا بنقول مين اكتر الناس تقلق عليهم كبار السن ده مثلا كسر في عنق عظمه الفخذ لعيان فوق سن ال 55 سنه كويس الغريبه الكسر انت شايفه ده في المنطقه فوق اعلى الفخذ ده ممكن يكون مع يعني دايما الصوره الكلاسيكيه ليها مش عايزين ننقل بس نرجع تاني الصوره الكلاسيكيه ليها ان هو يتكعبل مثلا في رجليه فيحصل الكسر ده الكسر البسيط ده اللي انت شايفه يكلف البني ادم لعمليه تغيير نص مفصل فخذ وهي موجوده في الصور المتبعه هنلاقي في جزء كده مكان
العظمه دي اتبدل وغير نص مفصل. وده راجع لكبر سنه، راجع لكبر سنه، ضعف العظم، هشاشه، والكسر في مكان ما فيهوش دوره دمويه كويسه، بالتالي احنا بنلجا لان احنا نشيل راس العظمه الفخذ ونحط بدلها، فما يسمى بعمليه نص مفصل فخذ. الاشعه الثانيه؟ لا، الاشعه الثانيه دي يعني هو طبعا الكسر مش باين في الاشعه دي، ده نوع من تثبيت كسور العظام. كسور العظام ليها اكتر من طرق التثبيت. في تثبيت على السطح الخارجي زي الشرايح والمسامير، يعني هو تراجع مؤخرا شويه نظرا لان الاصابات بقت اعنف، بقت بتاثر على الجلد والانسجه الرخوه اللي حوالين العظم. فبدا بقى العلم وبدانا احنا معاه، ودي الصوره بتاعه تغيير المفصل. تمام، يعني ده كده نص مفصل فخذ مكان العظمه اللي كسر. ماشي، لان مش كل كسر بتصلح. نرجع بقى للصوره اللي فاتت اللي هي اللي احنا قلناها دي، ده الكسر اللي معمول له تثبيت بحاجه اسمها مسمار نخاعي تشابكي. الكسر في اسفل الصوره، يعني هي الصوره مقطوعه اللي هي تحت شويه. ده طريقه تثبيت بنلجا لها عشان خاطر اولا نخلي العيان يدوس على رجله بدري برغم ان الكسر يكون لسه ما التهمش. ده رقم واحد. بنهرب من مشاكل الجروح والجلد. ده المسمار النخاعي ده برغم ان شايفه حاجه طويله وفي مسمارين من فوق لاخر، ان هو بيدخل عن طريق جروح صغيره من اعلى القصبه واسفلها، وده بيخلي لنا الحفاظ على الجلد والانسجه المحيطه والدوره الدمويه في الاطراف. زي ما احنا شايفين كده تحت خالص هنلاقي صوره الكسر، يعني هو الحمد لله ربنا كان موفق يعني فيها كويس جدا ورجع تقريبا بالظبط. تمام، عشان كده ممكن ما يبقاش واضح يعني بقوه يعني. فهنا بقى لما الاقي كسر شكله كده نقول عايزين نتمشى بقى على رجليك وتحرك عادي من تاني تالت يوم العمليه. يا دكتور محمود يعني هو بيخف من تاني تالت يوم العمليه؟ لا، في فرق بين هو دوس على رجليك بقدر معين، هو يتعامل عادي بشكل طبيعي، امسك عكاز، امسك مشايه، او ان انت تتعامل عادي خالص من غير اي حاجه. تمام. طيب هل الغضروف اللي بيكون في العمود الفقري بيكون ليه طرق علاج احسن ولا في العمليات هي الاحسن؟ مش كل عيان عنده غضروف بيعمل عمليه. تمام، ده المسج. ومش كل حد الدكتور قال له انت عندك انزلاق غضروفي خلاص بيزعل ويعيط ويعتبر ان دي نهايه الحياه. الانزلاق الغضروفي درجات، في اول حاجه التهابات حوالين الغضروف، في ضعف في الغضروف ذات نفسه، في بدايه انزلاق، في انزلاق تام. امتى عيان اللي عنده غضروف ظهر يعمل عمليه؟ اذا عاش فتره من الالام المبرحه، او بدا الغضروف ده يضغط على مخارج الاعصاب وبالتالي بيأثر على حركه الاطراف. يعني نسمع فلان عمل عمليه عشان خاطر ايديه ما بقتش بتتحرك او ضعفت. طيب، عشان خاطر رجليه ما بقاش عارف يمشي كويس. هو ده العيان لما يظهر عليه العلامات دي الدكتور يوجهه او يصمم او يعرفه باهميه اجراء الجراحه، لاننا الخوف يخلينا يعني اعصابنا تبقى فاهمه. بس اتصال تليفوني من محمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. والله انا عايز اسال الدكتور سؤال لحضرتك. اتفضل. والله يا دكتور انا عملت اشعه ترهين مغناطيس على العمود الفقري بتاعي، فطلعت عندي تزحزح في الفقرات في الفقرتين الاخر القطنيه والعجزيه. فالدكتور انت ممكن تحتاج عمليه من الدرجه الاولى، فانا خايف اعمل عمليه يا دكتور. يعني احسن حل ان انا بدل عمليه مثلا البس حزام اخد دواء، فانا يعني هو من الدرجه الاولى، فانا عايز احافظ ان دمه على الدرجه الاولى وما يزيدش يخش في الدرجه الثانيه والثالثه واضطر اعمل عمليه. في احسن حاجه اعملها بحيث انا ايه يعني مش الموضوع مش هيتطور يعني في كده. طيب بص، هو طبعا انت كده وصلت لك المعلومه صح وفاهم صح. انزلاق فقري من الدرجه الاولى احنا عاده ما بنعملش عمليه طالما هو زي ما قلت لك مش بيسبب الام شديده او مؤثر على مخارج الاعصاب عامل لك اي ضعف، عاده ما بيسببش طالما هو من الدرجه الاولى. طب يا دكتور محمود اعمل عمليه عشان خاطر ما يبقاش ما يحصلش من الدرجه الثانيه والثالثه؟ لا، مفيش حاجه اسمها كده. تمام. في حاجه اسمها لو هو عامل لي مشكله ساعتها افكر في الحل الجراحي، ايه اللي انا اقدر اعمله في الفتره دي؟ لازم وزنه يبقى مثالي اقل ما يكون، لازم استخدامه لظهره يكون بطريقه صحيحه. تمام. انا بتعب بقى عن شيل الحاجات الثقيله، التوطيه بلازمه ومن غير لازمه، فترات طويله، زق هنبعد عن اي رياضات شويه اللي هي ليها علاقه بحمل الاثقال او اي رياضات. تمام. عنيفه، لكن لازم جدا مهم جدا يعمل تقويات بقى لعضلات ظهره
ماشي، ونلعب بعض الرياضات مثلا زي السباحه ولا حاجه، الحاجات اللي بتقوي عضلات الظهر بس مش اكتر من كده بس، ويكمل طالما ما عندكش مشكله في ضعف بشكل او باخر او الم مبرح في الطرفين السفليين هيكمل على العلاج التحفظي. مفيش حزام ولا حاجه، الحزام بيضعف برضو عضلات الظهر، مفيش حاجه اسمها نعيش عليه طول الوقت. اه ممكن واحنا تعبانين لفتره وبعدين بنسيبه نعيش من غيره، لكن مع المتابعه كل مثلا 6 شهور باشعه عشان خاطر نعرف في تطور من الدرجه الاولى للدرجه الثانيه للدرجه الثالثه ولا لا. ان شاء الله إن شاء الله. وربنا ان شاء الله يعدي. في ناس بقى سالت سؤال امبارح كتير ان هم بيعملوا عمليات الظهر الغضروف والكلام ده وبترجع لهم نفس الوجع تاني بعد سنه او اتنين بترجع لهم. يعني مثلا في شخص امبارح سالني بيقول لي احنا عمال كان بيشتكي من ظهره ان في فخده كده بيجي نغزه كل شويه، فلما راح كشف الدكتور قال له لازم العمليه، فما عملها سنه ونص ورجعت تاني، ايه الاسباب بقى؟ طيب عندنا مقوله كده صغيره اسمها ان مريض الظهر ولا بيريح ولا بيستريح. ماشي. بس هي طبعا يعني مش صح. بص عايزين الاول نكون متفقين ان المريض اللي بيعمل عمليه في ظهره مش بيعملها عشان هو عنده وجع دلوقتي، هو بيعملها عشان يعني طبعا باذن ربنا في الاول وفي الاخر نقيه من اضرار استمرار الضغط على الاعصاب، ان الخلايا العصبيه تموت ودي ما بتصحاش تاني وما بترجعش وبتفقد الاتصال بالجزء ده من جسمك تماما. تمام. فده الهدف الاولاني، انت بتعمل عمليه مش خاطر ما يبقاش عندك وجع، انت بتعمل عمليه عشان ما يحصلش ضرر كبير قوي اكتر من الوجع. ده رقم واحد. بحاول اقلل الضرر شويه. حلو، ده رقم واحد. رقم اتنين ماشي، لو انت فضلت على نفس العادات السيئه اللي ادت الى حدوث الانزلاق الغضروفي اول مره هيحصل لك تاني مره بعد الدكتور ما يعمل عمليه، يحصل لك تالت مره، ده شيء طبيعي، فلازم تخلي بالك. ليه؟ لان احنا بندخل نعمل عمليه احنا مش غضروف منزلق فبنخش نشيله ويبقى العين عايش من غير غضروف، احنا بندخل نشيل الجزء المنزلق الضاغط على العصب اللي هو عامل المشكله اصلا، اللي عامل المشكله، وتسيب الباقي ده لان هو اكيد ليه لازمه، ان ده ربنا خلقه عشان يؤدي وظيفه. تمام. فحضرتك ما بتسمعش كلامي، خلاص سبت وزنك يزيد، بتلعب رياضه مش مناسبه ليك، بتنسى نفسك وانت قاعد وانت شايل وانت اخره، شيء طبيعي ان ممكن تاني ترد الاصابه. ده بكلمك على نفس الوجع، لكن احيانا المريض بيفسر وجود وجع تاني ان هو نفس الوجع. لا، الموضوع مش كده. يعني غضروف ما بين الفقره 4 و5 غير غضروف فقره ما بين 2 و3 غير غضروف فقره ما بين 1 و2. تمام. كل واحد بيعمل وجع معين. معانا بس اتصال تليفوني من رجب. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. انا بحييكم يا استاذه وبحيي جميع ضيوف الكرام والدكتور فريق اعداد بتاع قناه صحه وجمال. بس في مشكله في الصوت. ناس محترمين جدا والله. ربنا يخليك، شكرا لحضرتك. الله يبارك فيك. بالنسبه انا سني 63 سنه طبعا، وكنت عامل عمليه سيخ القنوات العصبيه الشوكيه، وكان عندي انزلاق ظريف في العنقيه وعندي انزلاق غضروف في الرابعه والخامسه قطنيه. معلش هو بس ممكن نشوف الصوت عشان بس مش واضح كويس. كنت عامل عمليه توسيع في القنوات العصبيه. تمام. تمام. وبعد كده بصراحه بمعرض الله عندي سخانه في الرجل، سخانه جامده. فالسخانه دي ما لقلهاش علاج خالص، قالوا لي فيه فقرات في الرابعه والخامسه قطنيه. تمام. فانا ما قدرتش طبعا اعمل عمليات ظروفي دي، فعاوز حاجه يا ريت يعني كده حجم ولا حاجه كده حاجه تفيدني من السخانه دي. تمام ماشي. طب يعني انت كنت عامل توسيع للفقرات القناه العصبيه بمنطقه الفقرات العنقيه؟ عملت توسيع وبرضه السخانه هي قاعده، بعد كده قال لي ثانيه واحده بس عشان توسيع الفقرات العنقيه ولا توسيع الفقرات القطنيه؟ العنقيه. العنقيه دلوقتي بقى. السخونيه اللي انت حاسس بيها دي في رجلك صح؟ في رجلي نار مولع يا دكتور، ليا 3 4 سنين بصراحه. تمام، ده كلام جميل. طب اللي عندك في رجليك ده سببه الفقرات القطنيه اللي هي اسفل ظهرك. فعلا يا دكتور، الرابعه والخامسه قطنيه. هاي طالما وصلت لان انت بتشتكي لفتره طويله ما ينفعش ان احنا ناخد علاج وخلاص، لازم نعيد فحوصاتنا، تبقى معاك فحوصات في خلال شهر او اتنين قريبين، اذا في حاجه ضغطة هنا على مخارج الاعصاب وبقالنا فتره طويله بالشكل ده وانت مش مستريح وجربت كل طرق العلاج العاديه عن طريق الادويه وبعدين العلاج الطبيعي بالتكنيكاليتي المختلفه يعني بالشكل المختلف بتاعه،
هنا انت محتاج تعيد فحوصاتك وتزور الدكتور عشان لو في قرار باجراء جراحه او اجراء ما يسمى بالحقن حوالين مخارج الاعصاب. ده لو ما فيش حاجه ضغط قوي على العصب والموضوع شويه متعلق بالالام سواء يعني خاصه اسفل الظهر او في الرجل شويه، ممكن ان احنا بنعمل زي تخدير للخلايا حوالين العصب لغايه ما الانسان يعرف تاني يرجع نشاطه والالم ده بيقل شويه وساعات بيتحسن وساعات بنفادي اجراء جراحه في الاوقات زي ده. تمام. طب لو الكسر ما اتعالجش فورا هل بيكون في مضاعفات محتمله فيما بعد؟ اكيد. طب ايه هي يعني ايه اكتر المضاعفات ممكن تكون؟ اولا الكسر يعني هنقول مع الصغيرين شويه غير الكبار اللي في سننا، الكسور بتاعت الصغيرين بتلتئم بصوره سريعه جدا زي ما هم بيكبروا، عندهم خلايا سريعه بتجمد العظم بتاعهم بسرعه. تمام. لذلك دايما الطفل بينصح اذا الطفل عنده مشكله واتكسر لازم يتابع مع الدكتور على فترات قريبه، لان اذا حصل اي تزحزح بصوره او باخرى في الكسر ده ممكن ياثر على حركه مفاصل. عندنا مثلا اطفال صغيرين عندهم مشهور قوي الكسور بتاعه الركبه الكوع، خلاص، وده بيأثر على شكل وظيفه مفصل الكوع. تمام. طيب شويه الميدل ايدج اللي هم يعني من العشرينات او من 15 لغايه 35 40 والكبار برده، دول برده بياخدوا مساحه اطول شويه، لكن لازم يتابع الكسر عن قرب ولازم يترد ويرجع صوره طبيعيه او اقرب صوره طبيعيه عشان ده يأثر على وظيفة المخ. للأسف وقت حلقتنا خلص، بس استفدنا من حضرتك جدا النهاردة. شكرا أستاذ دكتور محمود عبد الباسط استشاري جراحة العظام. انتظرونا إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة جديدة من صباحك على الهواء. نعم.